معرفني يا باشمهندس. فالنهارده ان شاء الله باذن الله نتكلم على التربلنس اند تربلنس فلو روبوتكس. طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت على اللامينر، جزء اللامينر وشرحناه بالتفاصيل. طيب ندخل بقى في التربلنس والتربلنس فلو. طبعا زي ما احنا عارفين انه رينولد لما عمل التجربه بتاعته توصل لمجموعه من النتائج، كان من اهم النتائج دي انه لو السريان بتاعي ماشي دايركت وستريم لايند. يعني ايه ستريم لايند؟ يعني الستريم لاين ماشي، انا عارف بدايته ونهايته، ما حصلش عنده اي مشكله، ما حصلش تداخل ما بين طبقات الماء، فالسريان ده كنا بنطلق عليه ايه؟ اللامينر فلو. لكن لو السريان ده حصل فيه الريفيلاريتي او عدم انتظام، عدم توزيع كويس، حصل فيه التعريب اللي هو بيقولوا عليه السينيوس، حصل فيه تعريب، فده كانت خصائص الايه؟ التربلنت فلو. تمام؟ وكان زي ما اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت انه نوع السريان ده ممكن ينتقل ويتحول من نوع لنوع ثاني طبقا لشروط محدده او تحت ظروف معينه. كان من اهمها السرعه. تمام؟ طيب كان بيتحكم في كده مين؟ هو رينولد نمبر. كان بيتحكم في كده مين؟ رينولد نمبر. لو زاد عن 2300 يبقى انا دخلت في منطقه الايه؟ التربلنت. او كنا بنقول انه لو هو رينولد نمبر اقل من 2300 ده لامينر، من 2300 لحد ال 4000 ده في الحاله اللي هي ترانزيشن، ولو رينولد نمبر اكبر من ال 4000 يبقى انا دخلت في منطقه الايه؟ في منطقه التربلنت. مظبوط كده؟ طيب في نقطه ثانيه بقى، التربلنس ده اللي حصل هو يعني ايه تيربلنت فلو؟ التيربلنت فلو ده هو عباره عن سريان بيمتاز بالعشوائيه العاليه جدا. نتيجه ايه؟ نتيجه خلط جزيئات المائع ببعضها، نتيجه تداخل طبقات المائع مع بعضها، نتيجه تداخل الستريم لاينز والباث لاينز مع بعضها. ده بينشا عنه ايه؟ بينشا عنه حاجه اسمها فلكشويشن او السرعه، تقلبات وتذبذبات في السرعه والضغط بشكل متسارع جدا. كويس كده؟ يعني لو جيت قلت لك يعني صفه سريعه كده في امتحان الشفوي، اوصف لي التربلنت فلو، يبقى هو عباره عن سريان بيمتاز بالايه؟ بالعشوائيه العاليه. نتيجه ايه؟ نتيجه التقلبات بقى والفلكشويشنز اللي بتحصل عندك في السرعه وعندك في مين؟ في الضغط. تمام؟ طيب هو ايه بقى التربلنس نفسه؟ يعني ده التربلنت فلو. ايه هو التربلنس؟ التربلنس ده هو الديستربنس اللي حصل وعدم الانتظام اللي حصل، هو العمليه نفسها، هو اسم العمليه نفسها، اسم البروسيس اللي حصل. تمام؟ الديستربنس اللي حصل في السريان بنطلق عليها مين؟ التربلنس. كويس كده؟ نتكلم على الجروس اوف تربلنس اللي هو يعني ازاي انا بدخل في منطقه التربلنت؟ ازاي بتحول من لامينر لتربلنت؟ أول حاجة إنه إحنا عارفين اللامينر فلو ده بيمتاز باللي هو إيه؟ ستيبل. الريل ستيبل وبيكون ستيدي كمان والدنيا عنب يعني. طيب تخيل معايا كده، هو ستيبل ليه أصلاً؟ هو ستيبل ليه؟ طب هو مين اللي بيتحكم في كلمة لامينر وتيربلنت زي ما اتفقنا؟ رينولد نمبر. هو رينولد نمبر ده بيساوي إيه؟ انرشا فورس على الفيسكاس فورس. طيب هو معنى كده ان الفيسكاس فورس كل ما تزيد، كل ما تزيد ايه اللي هيحصل لرينولد؟ بيقل. معناه كده ان لما الفيسكاس فورس تزيد ده بيوديني ناحيه مين؟ ناحيه اللامينر فلو، صح ولا لا؟ لكن لو الانيرشيا هي اللي بتزيد يبقى رينولد هيزيد وبالتالي بيوديني ناحيه التربلنت فلو. طيب هو اللامينر فلو معناه ان هو ستيبل. ستيبل ليه؟ ستيبل علشان الفيسكس فورس دي هي اللي بتسيطر وهي اللي بتهيمن على نوع السريان ده. الفيسكس فورس بتتحكم فيه كليا، فهي المسيطره، هي الكبيره. علشان كده ايه؟ علشان كده بيفضل ستيبل وافضل في منطقه الايه؟ في منطقه مين؟ اللامينر. كويس كده؟ طيب انا عندي سريان وليكن في انبوبه بالشكل ده، اهو ده اتجاه الفلو ماشي كده افقي عالي، وبعدين نقلت ايه؟ حصل عندي بيلد انحناء او فوق قلبه. تمام؟
وده اتجاه السريان عندي. ماشي السريان بتاعي لامينر مفيش مشكله. ليه؟ الفيسكس فورس هي اللي مسيطره. جميل. يوم يجي عندي في منطقه معينه لوكال بوزيشن حصل فيه ديستربنس. حصل فيه ديستربنس. بنقول عليه لوكال ديستربنس. ايه اللوكال ديستربنس يعني؟ يعني كلمة لوكال معناها ان الكلام ده بيحصل عند نقطة معينة، نقطة محددة. فاكرين في الترم الأول لما كنا بنتكلم على اللوسز؟ فاكرين؟ كنا بنقول إن اللوسز دي نوعين. نوع اللي هو الميجر أو المين أو الفريكشن. ونوع تاني اللي هو المانيوال. وكنا بنقول إن الفريكشن ده بيحتاج طول علشان يحصل فيه. صح ولا لأ؟ لكن المينور ده كان بيحصل فين؟ عند نقطة محددة. عند نقطة محددة. النقطة دي أجيبها إزاي؟ النقطة اللي بتغير فيها قيمة أو اتجاه السرعة. قيمة أو اتجاه السرعة، أنا ماشي هنا الاتجاه اتغير، فالنقطة دي هيحصل فيها مينور لوسز. عندنا فيزيائيًا النقطة دي بيحصل فيها ديستربنس. السريان ماشي هنا ستريم لايند والدنيا تمام وحلوة خالص أهو. أول ما جه هنا لا هيحصل تدخل في بعض. الستريم لاين ده يعني مش هيمشي كده انسيابي تمام، لا النقطة ده هيحصل فيها ديستربنس. مشكلة ايه الديستربنس ده؟ لما يحصل هنا ديستربنس فأنا بتحول من كلمة ستيبل لكلمة تانية اسمها انستيبل. تمام؟ طيب مشكلة ايه برضه الكلام ده؟ طالما إن أنا وصلت لمنطقة الانستيبل يبقى أنا قدامي حل من اتنين. أول حل قدامي ان يكون الفيسكس فورس قوية بالشكل الكافي، الفيسكوستي بتاعتي كبيرة بالشكل الكافي، فتقوم ترجع تسيطر على اللوكال ديستربنس ده وتمحيه تماما. يعني بمجرد ما يحصل اللوكال ديستربنس السريان يمشي بعدها بشوية يقوم يسيطر عليه الفيسكس فورس فيقوم يمشي ستريم لايند تاني ودايركت تاني وارجع من انستيبل لستيبل تاني. وارجع تاني لايه؟ لللامينر فلو بشكل طبيعي. يبقى انا كده في منطقه اللامينر لسه. او انه يكون الديستربنس ده هو اللي كبير بشكل كافي ان هو يتغلب على مين؟ على الفيسكس فورس. ويبقى انا كده الديستربنس كافه الديستربنس هي اللي نجحت. تمام؟ والديستربنس ده يستمر معايا. لو الديستربنس استمر معايا هيحصل ايه يعني؟ يعني انا هفضل في منطقه الانستيبل مش هرجع تاني للستيبل. وصلت لايه في النهايه؟ وهو الانستابيلتي ديت هي ديت خاصيه مين؟ او الانستابيلتي دي خاصيه من خصائص التربل. يبقى انا كده بتحول من اللامينر لمين؟ للتربل. نشرح الموضوع بشكل تاني بالتفصيل اكتر. الجروث اوف تربلز برضه بيجي ازاي؟ على سبيل المثال لو دي انبوبه عندي وده سريان لامينر فلو. ده لامينر فلو. السريان ده العادي قدامي خالص. زي ما قلنا من شويه لاي سبب ايا كان حصل تيربلنس في السيستم عندي. ايا كان ممكن يكون السيستم ده حصل فيه فايبريشن، السيستم نفسه حصل فايبريشن. تمام؟ فالديستربنس ده هيتولد على شكل ايه؟ على شكل ويف. على شكل ويف، بدل السريان ما يبقى ماشي عدل كده لا هيحصل فيه ويف زي ما انت شايف كده، ويف خفيفه قدامي. الويف ديت هتعمل لي حاجه كونفكس. ايه الكونفكس ده؟ يعني شكل محدب وشكل تاني ايه؟ مقعر. شكل محدب وشكل مقعر. الشكل المحدب ده هو الجزء اللي بيقل فيه الضغط، يعني هنا كده الضغط هيقل. طب لما الضغط هيقل ايه اللي هيحصل؟ المنطقه اللي الضغط قل فيها السرعه بيحصل لها ايه؟ طبقا للايكويشن كان عندي بس ثلاث متغيرات، ضغط وسرعه او ضغط وطاقه حركه وبوتنشال انرجي. لنفس البوتنشال انرجي المكان اللي حصل فيه انخفاض في الضغط ايه اللي هيحصل في السرعه؟ هتزيد. والمكان اللي حصل فيه زياده في الضغط السرعه هيحصل لها ايه؟ السرعه هتقل. جميل. لو الديستربنسز لو احنا لحد هنا كده الجزء اللي انا كنت بشرحه من شويه لو الفيسكس فورس كافيه ان هي تتغلب على الديستربنس ده هيقوم الموجه دي تختفي مع مرور الوقت ويرجع تاني لاصله الطبيعي. طب الموجه ديت احنا ما عرفناش ان احنا نتغلب عليها بالفيسكس فورس.
هيقوم ايه اللي يزيد؟ هيقوم يحصل للويف ديت ان هي تتمدد. يحصل لها اكسباند، اكسباند فين بالظبط؟ اكسباند في الاتجاه الرأسي، يبقى اكسباند فيرتيكالي. اكسباند فيرتيكالي في الاتجاه الرأسي لمين؟ اللي هو اتجاه الواي، في اتجاه الواي. علشان كده الموجه، شوف هنا الموجه خفيفه، لكن الموجه هنا ايه؟ حصل لها تمدد في الاتجاه الرأسي، طلعت لفوق ونزلت لتحت اكتر. الكلام ده هيعمل معايا ايه؟ هيعمل قمم وقيعان، هيولد عندي قمه وقاع. في عندي قمه وقاع، مظبوط ولا لا؟ مع مرور الوقت احنا كده دخلنا في منطقه ان انا الفيسكس فورس مش عارفه تتغلب على مين؟ على الانبالانسد فورس اللي حصل، او على الويف اللي تم انتاجها بسبب الديستربنس اللي حصل في السيستم. تمام؟ الفيسكس فورس مش عارفه تتغلب، فالويف ديت زادت. تمام؟ طيب زادت، هي بتزيد فيرتيكال، ولدت عندي قمم وقيعان، دي قمه ودي قاع. هينشأ عنه ايه بعد كده؟ أول ما يحصل انهيار لقاع قمة، قاع قمة، يعني دي قمة، ليها ده قاع، ليها أهو ده قاع، مظبوط؟ أول ما يحصل انهيار لقاع قمة، أو بيقول عليه اللي هي الوديان بتاعة القمة، الوديان بتاعة القمة، اللي هي الحتة اللي هي منخفضة هنا والحتة المنخفضة هنا، دي أو دي. أول ما يحصل انهيار للوديان دي لوحدة أو أكتر من وديان القمم دي، هيقوم يحصل ايه؟ هيحصل انه ده كده الستريت لاين ده ما عادش هيمشي متصل. احنا لو حصل انهيار هنا، لو حصل انهيار هنا كانك قطعته. فالستريت لاين ده مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى متصل. امال هيحصل ايه؟ هيقوم يتكون عندي حاجه هنا اسمها سبوتس اوف تيربنس. سبوتس بقع للاضطراب، بقع من الايه؟ سبوتس دي يعني بقع. والتيربنس اللي احنا بنتكلم عليه اصلا، تمام؟ هيقوم يتكون عندي بقعة كده، البقعة دي هي عبارة عن دوامة ايدي. هيتكون عندي في الفلو ايدز، بدل ما كانت ماشية حصل انهيار اهوت، فيقوم راجع لورا تاني. هيرجع لورا ليه؟ ايه السبب ان هو يرجع لورا؟ لأنه تخيل معايا كده الموجة الكبيرة دي، بس السريان ده ما هوش واقف، يعني المائع ده ما هوش واقف، ده ماشي. في سريان جاي عليه من هنا، فيقوم السريان ده يخبط في القمة دي، هيقوم يعمل ايه؟ يكسر النهايه بتاعتها، تمام؟ فيقوم يلف كده بالشكل ده، يقوم يحصل دوامه، كان في ايه؟ كان في دوامه ميه بتلف حوالين نفسها في المكان ده. هيتكون هنا ايديز وهنا ايديز، يحصل فلكشويشنز بشكل اكبر. وبدل ما كان واحده او اثنين، لا، مع وجود السريان والسرعات العاليه هيحصل الكلام ده على ايه؟ على الكروس سكشن بتاع الانبوبه كلها. هيحصل على البروس سيكشن بتاع الانبوبه كلها، وبالتالي يتحول من لامينر لبدايات تيربلنت، لتيربلنت فلو، الى فولي تيربلنت فلو، لفولي تيربلنت فلو. خلاص كده؟ تمام ولا ايه؟ يبقى المراحل اللي بيمر بيها السريان علشان يتحول من لامينر لتيربلنت، في البداية لازم يكون عندي 2D unstable laminar flow. unstable laminar flow ده في البداية لازم يكون عندي unstable، يحصل حاجة تخلي السريان ما هوش stable. هو لو laminar وماشي stable عادي خلاص، هيفضل laminar وماشي stable. لكن لو حصل عندي حاجة خلته اتنقل من الستيبل لانستيبل، يبقى دي كده بداية تكوين تيربلنت فلو. على حسب بقى ونشوف الفيسكس فورس لو تغلبت عليها رجعنا لأصلنا تاني. ما اتغلبتش عليها هيقوم يتكون عندي اللي هي البيكس أو الفاليز، اللي هي القمم والقيعان. يتكون عندي القمم والقيعان بالشكل ده. طب والقمم والقيعان ديت هيقوم تزيد في الاتجاه الراسي، في الاتجاه الراسي بتاع الايه؟ الوال. بعدين يقوم يحصل بريك داون للبيك فاليز، واحده او اكتر من البيك فاليز اللي هي الوديان بتاعه الايه؟ بتاعه القمم دي. لما يحصل انهيار ليها هيقوم يتكون عندي ايه؟ سبوتس اوف تيربلنس. مع وجود السريان عند سرعات عاليه
السبوتس اوف تيربلنس دي بعد ما كانت واحده اثنين ثلاثه هتنتشر في السريان كله ويتكون عندك المائع بتاعك السريان بتاعك يعني يتحول يبقى كله فولي تيربلنت فلو. كلمه فولي ديت معناها ان التيربلنت فلو مش عنده منطقه بعينها لا ده السريان كله بقى ايه؟ فولي تيربلنت فلو. خلاص كده؟ تمام؟ طيب احنا كده كلامنا كله كان بدايه تكوين التيربلنت فلو كان اساسه ايه؟ كلمه عندنا اسمها ستيبل اتنقلت لان ستيبل صح؟ معنى كده ان كلمه الاستابيليتي او الاستقرار بتاع اللامينر فلو حاجه مهمه جدا ان انا اعرفها. يبقى احنا زي ما اتفقنا قبل ما نمسح الكلام ده كده كلمه الاستابيليتي بتاعت اللامينر فلو دي ده بارامتر مهم جدا ان انا اعرفه. هل يا ترى اللامينر فلو ده هيفضل ستيبل ولا هيحصل فيه مشاكل؟ تمام؟ الكلام ده حصل او نعرف نجيبه ازاي؟ عن طريق رقم جديد اسمه كاي نمبر، الاتش سايلنت اسمه ايه؟ كاي نمبر. هو الكاي نمبر ده ايه بقى؟ بنرمز له بالرمز اكس كده، الاكس دي بتساوي واي تربيع في رو على اليو في الدي يو باي دو. عايزين نفسر الرقم ده. الواي تربيع ده يعني ده الارتفاع. الاتجاه واي مفيش مشكله، الرو الكثافه والميو الديناميك فيسكوستي وده اللي هو التفاضل الاول بتاع مين؟ السرعه، طب وده بجيبه منين؟ من نافير. فدي كده ده التفاضل الاول بتاع السرعه، اجيبه منين؟ نروح نجيبه من مين؟ من نافير، نقوم نحط الجنرال فورم بتاع نافير ستوكس ايكويشن نطبق عليها الباوندري كونديشنز نقوم نجيب صيغه تمام طبعا هتطلع صيغه تفاضليه نقوم نكامل يطلع لك ثابت نكامل تاني يطلع لك ثابت كمان طبق باوندري كونديشنز جبت الثوابت تعوض في المعادله جبنا ايه الفلوست بروفايل بيقولوا عليه الفلوست بروفايل او الفلوست ديستريبيوشن اللي هو شكل توزيع السرعه عامل ازاي. طيب لو احنا فاضلناه مره هو ده اللي مقصود بيها ده التفاضل الاول للسرعه. خلاص كده؟ طيب الرقم ده بقى يعني ايه بقى؟ يعني امتى يفضل اللامينر فلو بتاعي يفضل ستيبل؟ لو الكاي نمبر ده اقل من 500 يبقى ستيبل لامينر فلو. يبقى ايه؟ ستيبل لامينر فلو. طيب لو الاكس دي اكبر من ال 500 يبقى انستيبل لامينر فلو. انستيبل لامينر فلو معناها ايه انستيبل لامينر فلو؟ يعني ده عنده فرصه ان يتنقل من لامينر لتيربلنت. يبقى لو الاكس اكبر من 500 انستيبل لامينر فلو وده معناه فيزيائيا ان ده كده مؤهل ان هو يحصل فيه ايه؟ انستابيلتي ويتحول من لامينر لتيربلنت. لكن ده لا ده ستيبل مش هيحصل فيه مشاكل ما تقلقش. هو يعني الحاله ديت ممكن مره لا دي حاجه الترانزيانت دي معناها بالفعل ان هو تخطى حاجز اللامينر ما بقاش لامينر اصلا عدى ال 2300 لكن ده رقم تاني خالص غير رينو النمبر ده مالناش دعوه بيه. كل الكلام ده الرقم ده بيطبق بس على اللامينر فلو يا باشمهندس يعني هو اصلا اهو علشان تجيب منه الاستابيلتي بتاعه اللامينر فلو احنا ما طلعناش بره منطقه اللامينر فلو. خلاص كده؟ يبقى لو الاكس دي اقل من 500 يبقى انا ايه؟ ستيبل لامينر فلو يعني انا كاتب لامينر فلو لو هو اكبر من 500 يبقى انا ايه؟ انستيبل لامينر فلو. تمام كده؟ طيب انت لو بصيت في الاكس دي الاكس دي بتساوي صفر في حالتين عند الواي تساوي صفر وات الدي يو باي دي واي بتساوي صفر. في حاله الواي فلو عند الواي بتساوي صفر دي معناها ايه؟ عند الواي بول صح ولا لا؟ عند الانبوبه اهي دي الانبوبه ده كده ده اتجاه الواي عند الباي بول عند الواي بتساوي صفر عند الجدار بتاع الانبوبه تمام كده؟ يبقى الواي بيساوي صفر عند الباي بول وعند السنتر لاين بالظبط الدي يو باي واي بتساوي صفر ليه؟ علشان السرعه ماكسيمم لان عند السنتر لاين لو تفتكروا كنا بنرسم كده هنا ده الماكسيمم فيلوسيتي
طالما الماكسيمم فيلوسيتي عند السنتر لاين يبقى دي يو باي تفاضلها بيساوي كام؟ صفر. بيساوي صفر. فيبقى الاكس ده بيساوي صفر عند السنتر لاين. كويس كده؟ وبالتالي الرقم ده ما ينفعش ان انت تطبقه عند النقطتين دول، لا عند الباي بول ولا عند السنتر لاين. منطقه المنطقه اللي ينفع تطبقه في اي مكان تاني، عند اي راديوس هنا، عند الواي هنا، 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 اي مكان تاني غير السنتر لاين وغير الباي بول. تمام كده؟ خلاص؟ طيب ناخد مثال نشوف الرقم ده يفيدنا في ايه؟ المثال بيقول ايه؟ شو ذات يعني اثبت ان او وضح ان فور لامينار فلو لا في عندي سريان لامينار فلو ذا بوينت ركز معايا في الكلام ذا بوينت اوف ماكسيمم انستابيليتي النقطه اللي بيحصل عندها اقصى انستابيليتي يعني النقطه اللي بيبقى عندها السريان في اقصى صور ان هو مش ستيبل فين بقى الكلام ده exists at a distance two-thirds of pipe radius يعني بتحصل عند تلتين نص القطر بتاع الانبوبه بتحصل عند تلتين نص القطر لو دي الانبوبه اهي ده اتجاه الواي تمام عند تلتينها دي الواي بتساوي تلتين نص القطر كم كده النقطه دي اقصى نقطه معرضه ان يحصل فيها instability يعني السريان عندها مش مستقر ممكن دي تكون سبب في وجود التيربلنت فلو فروم ذا وول يعني الواي ديت محسوبه من الوول اللي تحت خلاص عندي انبوبه اهي ماشي فيها لامينار فلو بيقول لك اثبت ان اثبت ان او وضح ان ان النقطه النقطه على يعني لما تاخد كروس سكشن كده لما تاخد كروس سكشن كده النقطه اللي هيحصل فيها اقصى انستابيليتي ماكسيمم instability طالما اتكلم على stability يبقى بتكلم على الكاينات عشان بس تبقى ايه؟ عارف انت هتحط مين من المنهج يبقى انت عارف دماغك انت هتوديها فين تمام؟ بيتكلم على الكاينات اقصى instability هتحصل عند تلتين نص القطر من الباي بول ده الباي بول اهو واقوم امشي كده at y بتساوي تلتين نص القطر هيقوم عند النقطه دي يحصل اقصى instability خلاص في المثال اللي قدامنا ده في المثال اللي قدامنا ده طالما هو اتكلم على كلمه instability ولامينار فلو يبقى بيتكلم على الكاي نمبر كويس الكاي نمبر بيقول ايه؟ الاكس بيساوي الواي تربيع رو على ميو في مين؟ الدي يو باي دي واي طيب ده التفاضل الاول للسرعه بالنسبه للواي نافيري ستوكس ايكويشن التفاضل السرعه التفاضل الاول للسرعه بس بالنسبه لمين؟ للار احنا عارفين طبعا ان الدي يو باي دي واي من المره اللي فاتت الكلام ده شرحناه بيساوي سالب سالب الدي يو باي دي ار التفاضل الاول بالنسبه للسرعه بالنسبه للواي بيساوي معكوس او بيساوي اشاره سالبه من التفاضل الاول بالنسبه للسرعه بالنسبه لي نص القطر، الكلام ده ليه؟ لانه ببساطه ده كده نص القطر، الار اهي نص القطر، لكن ده اتجاه مين؟ ده اتجاه الار ده اتجاه الواي، فالاثنين عكس بعض. خلاص؟ طيب دي كده ممكن نحطها فوق يبقى دي يو باي دي واي بتساوي سالب معادله نافير ده الدي بي باي دي اكس. مظبوط كده؟ ما عملناش حاجة، حطينا بس الإشارة السالبة قدام الناتج اللي طالع من نافير. طبعًا لو أنت مش عارف الناتج اللي طالع من نافير ومش حافظ معادلة نافير هتحل إزاي؟ طيب خلاص دي إيه؟ دي عملناها أهو. أقوم أشيل بقى التفاضل ده وأحطه في مين؟ أعوض بيه هنا. في الكاي نمبر. يبقى الإكس ده بيساوي واي تربيع في الرو على الميو دول ما فيهمش حاجة، وأقوم أحط مين؟ الدي يو باي دي واي اللي هي بتساوي سالب آر على الاثنين ميو الدي بي باي دي اكس. طيب ممكن سيادتك بس تشيل الار دي وتعوض عنها بالواي؟ ازاي؟ ده اتجاه الواي اهو بيتحسب من الوول اللي تحت ده لفوق ونص القطر بيتحسب من هنا اللي هو الار سمول وده نص القطر الكلي يبقى انا الار الصغيره دي لو انا واقف عند النقطه دي دي ار بتاعتها وديت الواي بتاعتها
هاتهم الاثنين في علاقه بنص القطر الكبير، يبقى الار سمول ده بيساوي الار كابيتال ناقص مين؟ ناقص الواي. شيل الار سمول وعوض بالقيمه بتاعتها، فدي بتساوي واي تربيع في الرو تمام على الاثنين ميو تربيع، وفي اشاره سالبه تمام، الدي بي باي دي اكس، وهنا ار ناقص الواي. مظبوط كده؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للاكس. طب احنا مش عايزين الاكس، هو بيتكلم على الماكسيمم انستابيلتي، يبقى نعمل ايه؟ هو عايز الماكسيمم. شكو توتال. بالظبط، اشترط الاكس دي بالنسبه للواي يساوي الصفر، يبقى الدي اكس باي دي واي بيساوي صفر بيساوي. اشترط بقى وشوف هيطلع كام؟ هيطلع لك علاقه، العلاقه دي هتطلع منها ان الواي بتساوي 2 على 3 4 بس. خلاص يا باشمهندس، نتكلم بعد كده على الايفكت اوف تيربلنس. شغال من الصبح تيربلنس وتيربلنس فلو، هو الموضوع ده ايه اصلا؟ هيأثر على السريان بتاعي ازاي؟ هيأثر على السريان بتاعي الايفكت اوف تيربلنس. أول حاجة التيربلنس ميكسنج، التيربلنس ميكسنج اللي هو الخلط في حالة التيربلنس، خلط ايه؟ خلط جزيئات الماء، خلط الستريم لاينز، خلط طبقات المائع في بعضها. تمام؟ يعني معناه انه المائع مش ماشي زي ما كنا بنرسم اللامينر فلو بالشكل ده، لا ده كل نقطه في السرايات بيحصل فيها خلط. ان ما كانش خلط على المستوى الكبير ما بين طبقات المائع وبعضها، بيحصل على المستوى الصغير ما بين جزيئات المائع وبعضها. تمام؟ ده هيوصلني ايه في النهايه؟ زي ما اخدته في، مش عارف انتوا اخدته في الهيت ترانسفير ولا لسه، اللي هو الهيت ترانسفير كوفيشن، الهيت ترانسفير كاركترستكس، الماس ترانسفير كاركترستكس، المومنتم كاركترستكس، بيحصل لها تحسين لو حصل تقليب، لو المائع بتاعك، لو الهواء اللي عندك ماشي ستريم لايند كده، ده وضع هيطلع هيت ترانسفير كاركترستكس معينه. تمام؟ لكن لو الهواء ده بيحصل بشكل تيربلنت، في تيربلنس في الموضوع، هيغير خصائص انتقال الحراره دي. تمام؟ هيغيرها للافضل ولا للأسوأ؟ للافضل، هيغيرها للافضل. تمام كده؟ وبالتالي ان التيربلنس ميكسنج اللي بيحصل في السيستم اللي عندك ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على الهيت ترانسفير كاركترستكس، بيأثر على الماس ترانسفير كاركترستكس، بيأثر على المومنتم كاركترستكس، بيغيرها كلها وبيعمل عمليه امبروفمنت فيها، بيحسنها. تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه الفيلوستي بروفايل. الفيلوستي بروفايل في حاله اللامينر فلو غير الفيلوستي بروفايل في حاله التيربلنت فلو. هو شكله ايه بقى؟ شكله في اللامينر فلو بالشكل ده. لكن احنا شغالين سمول بايبس، يبقى ده كان توزيع الفلوس بروفايل في حاله اللامينر. في حاله التيرنت هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله عامل بالشكل ده. هيبقى عامل بالشكل ده. طب لو انا حبيت اركبهم الاثنين على بعض هيبقى عامل بالشكل ده. يبقى ده كده الاحمر ده التيرنت فلوس بروفايل، والازرق ده اللي هو اللامينر فيلوستي بروفايل. تمام؟ ايوه. يعني ايه برضه؟ بنقول بقى الفرق اللي واضح عندي ان التيربلنت فلو بيأثر على الفيلوستي بروفايل ازاي؟ الفيلوستي بروفايل في حاله التيربلنت زي ما انتم شايفين كده اكثر تسطحا. يعني ايه اكثر تسطحا؟ هنا واخد شكل مدبب اهو، لكن هنا واخد شكل فلات. يعني ايه اكثر تسطحا؟ دي بالانجليزي اللي هي فلاتر. تمام؟ وكمان اكثر امتلاء، اكثر امتلاء يعني مليان، مليان كده، ده معصعص شويه. تمام؟ يعني ايه بالانجليزي اللي هو فولر؟ يبقى الفلوس بروفايل في حاله التيرمنت فلو، في حاله التيرمنت فلو اكثر تسطحا، مور فلاتر ومور ومور فولر، اللي هو مليان شويه. تمام؟ غير مين؟ غير الفلوس بروفايل في حاله الايه؟ في حاله اللامينر فلو. طب ده هينشأ عنه ايه؟ هينشأ عنه ان اليو مين على اليو ماكسيمم في حالة التيرنت، في حالة التيرنت
اكبر من اليو مين على اليو ماكسيمم في حاله اللامينر. لو لنفس الانبوبه، تخيل كده معايا نفس القطر، نفس القطر ونفس الديسشارج، يبقى نفس القطر ونفس الديسشارج الاثنين دول هينشا عنهم المليو مين ايه؟ اللي هي السرعه المتوسطه، هتبقى ثابته. يبقى لنفس السرعه المتوسطه، لنفس السرعه المتوسطه اللي هي دي، طالما دي ثابت وده ثابت، زي ما انت شايف كده، اليو ماكسيمم اصغر في حاله التيرجنت ولا اكبر من اللامينر؟ اصغر، اصغر اهو، دي كده اللي هي اليو ماكسيمم، دي كده اليو ماكسيمم في حاله اللامينر، لكن في حاله التيرجنت اليو ماكسيمم اهي، هما شويه دول بس. اليو ماكسيمم في حاله التيربلنت اقل، تمام؟ يبقى الكلام ده هينشا عنه ان الايه؟ اليو مين على اليو ماكسيمم في حاله التيربلنت اكبر من اليو مين على اليو ماكسيمم في حاله الايه؟ اللامينر. اليو اليو مين او السرعه المتوسطه، السرعه المتوسطه في حاله اللامينر فلو، حد فاكر كانت بتساوي كام؟ كويس. اليو مين في حاله اللامينر فلو كانت بتساوي كام من اليو ماكس؟ ايوه نص. الله ينور عليك. الكلام ده في حاله الايه؟ اللامينر فلو بس. طب في حاله التيربلنت اليو مين بتساوي من 8 من 10 الى 82% من اليو ماكس في حاله التيربلنت. دي كده اللي هي اليو ماكسيمم. اليو مين ديت في اللامينر كنا بنرسمها ازاي؟ يعني الخط اللي بالازرق ده اليو مين، كانت دي كده اليو ماكسيمم، نصها بالظبط هو ده اليو مين بتاعها. وطبعا اليو مين دي معناها سرعه متوسطه، يعني ثابته خلال المقطع كله، صح ولا ايه؟ طيب هنا لو انا حبيت اجيبها اهو دي كده هتبقى شويه دول، معناها ايه؟ معناها ان اليو مين في حاله التيرمنت هتبقى بعد الرقم ده بشويه، هتبقى اكبر شويه، اكبر شويه. كويس كده؟ خلاص؟ تمام ولا ايه؟ ده تاني فرق. يبقى اول فرق موضوع الهيت ترانسفير كوفيشن في حاله التيرمنت بيكون افضل من حاله اللامينر نتيجه الميكسنج والتيرمنت ميكسنج اللي موجود في الايه؟ في السريان. تاني فرق موجود عندي الفلوست بروفايل شكله في حالة التيربلنت مور فلاتر ومور فولر، وده بينشأ عنه تغيير في السرعة المتوسطة. تالت فرق الفلوستي بروفايل سلو. كان من شوية كنا راسمين ده كده بتاع مين؟ اللامينر، ورسمنا عليه اللي هو بالأحمر ده اللي هو التيربلنت. الميل بتاع الفلوست بروفايل، مش اللي هو الخط الازرق ده او الخط الاحمر ده، مش هو ده الفلوست بروفايل؟ شكل توزيع السرعه. توزيع السرعه الميل بتاعه من عند الجدران في حاله التيربلنت الميل ده بيكون اكبر. الميل ده بيكون اكبر في حاله التيربلنت عن حاله اللامينر. ده هينشا عنه ايه؟ هينشا عنه ان الفريكشن الدراج الشير الحاجات دي كلها هتكون اكبر في التيربلنت عن اللامينر. ودي مشكله ثانيه. معناها ايه الكلام ده؟ معناها او مشكلتها في ايه؟ مشكلتها في ان هي محتاجه مني باور اكبر، قدره اكبر علشان هتغلب عليها. تمام؟ احنا دلوقتي بنميز ما بين اللامينر والتيربلنت عشان تبقى عارف انت بتتعامل معاه. يبقى الفلوست بروفايل سلوب او الميل بتاع خط توزيع السرعه عند القدرات بيكون اكبر في حاله التيربلنت عن حاله اللامينر. الكلام ده هينشا عنه ان الفريكشن دراج اللي هو كلمه دراج ديت يعني الماء ده ماشي كده وانا بشد فيه، دراج بسحبه تمام. والشير اللي زي بالظبط الشير فورس، الاثنين دول بيكونوا اكبر في حاله التيربلنت عن حاله اللامينر. تمام كده؟ طيب الفرق الرابع اللي هو الرينولدز ستريسز. ايه الرينولدز ستريسز دي؟ رينولدز قال ايه؟ رينولدز ده قال انه نتيجة الحركة العشوائية والاتجاهات العشوائية بتاعت جزيئات الماء مع بعضها البعض في حالة التيربلنت،
حاله التيربلنت فلو بينشا عنها اجهادات او ستريسز اضافيه في السريان غير الاجهادات اللي احنا نعرفها بالشير ستريس. هو الشير ستريس ده تفتكروا كده كان جاي منين؟ ده كان بيساوي البي يو في البي على الواي او دي يو باي دي واي او ايا كان وليكن الدي يو باي دي واي. كنا بنقول على ده اللي هو القانون بتاع مين؟ النيوتنيان. النيوتنيان شير ستريس صح؟ النيوتنيان شير ستريس بسبب الفيسكوستي مش كده؟ صح ولا لا؟ ولما اثبتنا معادله نافير ستوكس ايكويشن ده طلع لنا فيها صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ كان حتى لو تفتكروا في الكارتيزيان اللي هو كان الترم اللي هو الميو في الدايفرجنس سكوير يو اللي هو ده كان اللي هو بيعبر عن النيوتنيان شير ستريس. طيب ايه ده موضوع اللامينر ستريس دي؟ بس الكلام ده لو في حاله اللامينر بس، في حاله اللامينر عند اللي هو النيوتنيان شير ستريس. لكن في حاله التيربلنت احنا قلنا ان في حاله التيربلنت الخلط المباشر والسريع ما بين جزيئات الماء وبعضها بشكل عشوائي والاتجاهات مختلفه تمام؟ الخلط ده والاتجاهات العشوائيه بتاعت جزيئات الماء ده بيزود ستريسز اضافيه على معادله نافير غير الترم ده. الترم الجديد اللي هيطلع ده هنعرفوه كمان شويه اسمه رينون ستريسز. سماه باسمه تمام كده؟ خلاص؟ طيب الحاجه الخامسه قبل الاخيره الحاجه الخامسه والقبل الاخيره اللي هي ايه؟ اللي هي بسبب التقلبات الفلكشويشنز اللي بتحصل في السرعه والضغط وبسبب الاتجاهات العشوائيه لحركه جزيئات الماء وبعضها البعض بينشا عنها ان الفريكشن في حاله التيربلت اكبر من الفريكشن في حاله اللامينر. تعالى كده لو كنا كاتبينها من شويه لما جينا نتكلم على اللوسز في الترم الاول قلنا ان اللوسز ديت فيه فريكشن لوسز وفيه ماينور لوسز. الفريكشن لوسز كانت بتساوي ايه؟ حد فاكر؟ اف ال على دي في سكوير على 2 جي مظبوط؟ ده الكلام ده في حاله اللامينر. القانون ده بنستخدمه في حاله اللامينر فقط. معنى كده ان الاتش اف في حاله اللامينر بيتناسب تناسب طردي مع مين؟ مع السرعه. بيتناسب مع السرعه فقط. بيتناسب مع السرعه ولا مربع السرعه؟ لا بيتناسب مع السرعه. تعالى نرسمها كده نفكها وانت تعرف ان هو بيتناسب مع السرعه. الاتش اف ده بيساوي اف في ال على دي في سكوير على 2 جي. شيل الاف وحط القيمه بتاعته لما كنا بنعوض عنه في حاله اللامينر كان بيساوي كام؟ 16 على رينو تمام؟ في ال ال على دي في سكوير على 2 جي. رينولد ده بيساوي ايه؟ الرو في دي ال على دي في سكوير على 2 جي. في المقامه ايه؟ بتاعت رينولد هتروح مع السكوير. يبقى الاتش اف بيتناسب مع مين؟ بيتناسب مع الاس واحد بس بيتناسب مع السرعه. الكلام ده في حاله اللامينر فلو. حاله الايه؟ اللامينر فلو فقط. طيب في حالة التيربلنت الاتش اف بيتناسب مع الفي اس ان حيث ان الان دي بتساوي من 1.8 الى 2 كويس؟ فالاتش اف اللي هو الاحتكاك نتيجة في التيربلنت فلو بيتناسب مع السرعة ليها باور ليها اس ان والان ديت اكبر من الواحد لكن في اللامينر اس واحد بس وبالتالي كده الفريكشن في حاله التيربلنت اكبر ولا اصغر من اللامينر؟ اكبر. الفريكشن في حاله التيربلنت فلو اكبر من الفريكشن في حاله اللامينر فلو. والكلام ده برضه هيتطلب مني ان انا يكون السيستم بتاعي لو انا شغال تيربلنت محتاج مني باور اضافيه علشان اتغلب على الفريكشن الناتج. خلاص كده؟ اخر فرق ما بين اللامينر والتيربلنت اللي هو الانستيدي. ايه الانستيدي؟ احنا زي ما اتفقنا من شويه كنا بنقول ان جزيئات الماء في مكان معين داخل الانبوبه لو عندي نفس النقطه اهي مع مرور الوقت بتتغير. لو انت جيت هنا كده وجيت تقيس السرعه عند الثانيه التي بتساوي واحد
هيطلع لك السرعه برقم، بعد عند الثانيه بتساوي 2 هتلاقي السرعه ليها رقم تاني وهكذا. وبالتالي القيم بتاعه البارامترز بتاعتي عند نفس المكان بتتغير مع مرور الوقت، وده معناه ايه؟ معناه ان السريان ده ايه؟ انستيتيك. يبقى هي ديت الفروق اللي ما بين اللامينر فلو والترمينال فلو. ممكن يجي لك سؤال مثلا نظري في الامتحان، فرق ما بين اللامينر والترمينال. ممكن يجي لك سؤال بما تتصف الترمينال فلو. فهي ديت الحاجات. وطبعا كان كل نقطة بنكتبها بنكتب هي بتأثر على ايه؟ يعني أول نقطة مثلا الترمينال فيكسنج ده قلنا ان ده يعني مش هتقول لي ان هو مثلا أكبر في حالة الترمينال عن اللامينر وتسكت، لا تقول لي ده بيأثر على ايه؟ بيجيب معايا ايه؟ بيجيب معايا ان هو بيحسن من الهيت ترانسفير كوفيشن. الفلوس بروفايل مثلا كان مور فلاتر ومور فولر، ده بينشأ عنه ان الفريكشن دراج والشير اكبر في حاله الليمينر عن التربل. الكلاسيفيكيشن اوف تربلز. في عندي ثلاث انواع من التربلز، الوول تربلز، الفري تربلز، والكونفكتيف تربلز. ايه الفرق ما بينهم؟ دي برضه نقطة نظرية يعني. الفرق ما بينهم ان الوول تيرمس ده بيحصل خلال الباوندري لاير. من اسمه بيحصل جنب مين؟ جنب الوول. وجنب الوول زي احنا ما خدنا المرة اللي فاتت ان في عندي حاجة اسمها باوندري لاير أو كده، ما هي باوندري لاير. الباوندري لاير دي لو حصل فيها تيرمس داخلها جواها فده بنقول عليه ايه؟ الوول تيربلس. الفري تيربلس بيحصل خارج نطاق الباوندر لاير، خارج نطاق الباوندر لاير، علشان كده بيحصل عن بعيد عن الفري تيربلس ده، بيحصل بعيد عن السوليد سيرفيسز اللي هو الجدار ده، بعيد عن السوليد سيرفيسز ديت بيحصل الفري تيربلس. وكمان بيحصل في الجيتس الفري تيربلس دي، يبقى دي بيحصل في الباوندر لاير، ده بيحصل داخل نطاق الباوندر لاير اللي هو الوول تيربلنس. لكن الفري تيربلنس ده بيحصل بعيد عن الباوندر لاير وبيحصل في الجيتس. تخيل ما لو اورفيس معاك اورفيس ومسلط انت جيت ان هو يحدف ميه في مكان، فالجيت ده مفيش حواليه ايه؟ مفيش حواليه لا وول ولا باوندر لاير ولا اي حاجه، الميه بعيده اهو. يعني تخيل معايا كده، دي ماسوره وطالع منها ميه، فالميه اللي خارجه دي لو حصل فيها تيربلنس مفيش هنا لا جدران ولا باوندر لاير ولا اي حاجه، فده كده فري تيربلنس. يحصل ايه؟ في الجيتس. وكمان لو احنا الكلام ده داخل نطاق الانابيب او داخل التو وولز مثلا زي ما اخدنا، بيحصل بعيد عن الباوندر لاير، ده اللي هو مين؟ الفري تيربلنس. امال هو ايه الكونفكتيف ده؟ الكونفكتيف ده لو انت عندك مثلا شويه ميه ومعمولين على ارتفاع معين، ده ديتا، والميه موجوده هنا كده، فالميه ديت شايله جواها مين؟ بوتنشال انرجي، صح ولا لا؟ لو كبيت الميه دي البوتنشال انرجي دي هتتحول لايه؟ كاينيتيك انرجي. فدي بيحصل لها كونفكشن، بتتحول من بوتنشال انرجي لكاينيتيك انرجي. لو الكاينيتيك انرجي دي كبيره بحيث ان هي تحقق ان رينول نمبر يعدي التربل، فده بيحقق عندي الكونفكتيف تربلز. خلاص كده؟ خلاص تمام؟ دول ثلاث عناوين يا باشمهندس. ده العنوان الاول اللي هو رينولز افريج كونسبت، العنوان الثاني اللي هو رينولز افريج كونتينيوتي ايكويشن، والعنوان الثالث اللي هو رينولز افريج نافير ستوكس ايكويشن بنقول عليه رانس ايكويشن. ده يعني اول حرف من اول كل كلمه. نتكلم بقى على رينولز افريجنج كونسبت. رينولد ده عمل ايه؟ لو تفتكروا من شويه لما كنا بنفرق ما بين اللامينر والتيرمينال كان في جزئيه كده كنا بنقول بسبب التدخلات العشوائيه والحركه العشوائيه والاتجاهات العشوائيه لجزيئات الماء وبعضها البعض كان بينشا في السريان بتاعي ستريس جديد او اجهاد جديد، قوه جديده، وسماها باسمه اللي هو رينولد ستريس. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي علشان احنا نطلع رينولد ستريس. كويس كده؟ طيب، فهو عمل كونسبت كده من دماغه، ما
قابلهم ما بين نفسه كده رينو ده وسماه باسمه برضه رينول رينولز افريج كونسبت. كلمه افريج يعني ان احنا بناخد المتوسط لحاجه صح كده، ورينول ده سماها باسمه نسبه اليه يعني، والكونسبت يعني مفهوم او حاجه. طيب بيقول بقى ايه القاعده بتاعته او المفهوم بتاعه ده؟ قال في ايه؟ قال اني فيريبل فار، اي متغير عندي وليكن اسمه فار، از ريزولفد انتو مين فاليو، يعني اقدر احلله او هو بيساوي عباره عن حاجتين، مين فاليو وسماها الفاي بار، فاي وفيها بار كده، ده الافريج بتاعها يعني او المين بتاعها، اند فلكشويتنج فاليو فاي داش، فاي داش اللي هي دي، ونقدر نقدر نعوض عنها او نكتبها في الصيغه ان الفاي بتساوي فاي بار زائد الفاي داش. طيب نطبق الكلام ده، اي متغير معنى كده ان انا ممكن اشيل الفاي دي واحط مكانها سرعه، احط مكانها ضغط، احط مكانها كثافه، احط مكانها درجه حراره، ايا كان بقى المتغير ده. فعلى سبيل المثال اليو بتساوي اليو بار زائد اليو دامج طبقا للرينس افريشن كونسبت. الفي من نافيرس توكس ايكويشن، السرعات بتاعت نافيرس توكس ايكويشن، الفي بار زائد الايه؟ الفي داش. الدبليو بيساوي الدبليو بار زائد الايه؟ الدبليو داش. طب هي دي كده اللي هو الداش ده، ده اللي هو اسمه ايه؟ الفلكشويتنج فلكشويتنج فيلوستي كومبوننت. فلكشويتنج فيلوستي كومبوننت تمام؟ وده اللي هو البار المين فيلوستي كومبوننت. المين فيلوستي كومبوننت. امال ايه ده؟ ده اللي هو السرعه نفسها اللي هي بنقول عليها الانستنتينيوس فاليو اللي هي السرعه اللحظيه. السرعه عند اي لحظه تقدر تفصلها واحدة مين وواحدة فلكشويتنج. يعني دي كده لو دي السرعة وده الزمن، لو دي السرعة وده الزمن نقدر نقوم نعمل ايه؟ دي كده اللي هي اليو مين مثلا والفلكشويتنج حواليها، الفلكشويتنج حواليها. فلو ده كده اللي هي اليو مين، هي ديت كده اليو داش، دي اليو مين ديت اللي هي اليو بار، وديت اللي هي الفلكشويتنج اللي هي اليو داش اللي هم شويه دول، ما هو بيحصل تذبذبات حوالين اليو مين تمام، بتقل او تنزل. هي دي كلها كده اللي هي الانستنتينس، يعني السرعه عند اللحظه دي، عند اللحظه دي كانت عباره عن الاثنين دول مع بعض، تقدر تجمع اليو داش زائد اليو مين. خلاص كده؟ تمام؟ طيب السرعه المتوسطه دي ممكن ارسم رسمه ثانيه بالشكل ده وركز معايا فيها معلش. دي اليو ودي التي. نمسح دي. دي كده اللي هي اليو بار، الخط اللي هو المتصل ده هو ده اليو بار، ده اليو بار. اليو بار. كلمة يو بار يعني مين في دماغي؟ السرعة المتوسطة اللي هي الافريج فلوستا أو المين فلوستا. طيب والفلكشويتنج فين؟ الفلكشويتنج يعني بتزيد وتقل حوالين السرعة المتوسطة. دي كده اللي هي اليو داش أهي، دي كده اليو داش، دي كده اليو داش، عند أي لحظة بقى تمام؟ طيب هو لو السرعة المتوسطة ثابتة مع الزمن، مش إحنا كل الزمن ما يتغير أهو، السرعة المتوسطة ثابتة معانا، ده اللي كنا بنقول عليه إيه؟ ستيدي. السرعة ثابتة مع مرور الوقت. طيب السرعة المتوسطة مش السرعة الفلكشويتنج، مش الجزء اللي بيتغير أصلا. هنا كده الفلكشويتنج دايما بيتغير أنا ما أقدرش أتحكم فيه. لكن السرعة المتوسطة لو ثابتة مع الزمن هو ده الستيدي. لكن لو السرعة المتوسطة ما هيش ثابتة مع الزمن هو ده الأنستنت. تمام كده؟ وبالتالي السرعة عند أي إكس وواي، إكس وتي، السرعة عند أي لحظة يعني السرعة الانستنتينيوس، السرعة اللحظية بتساوي اليو أوف إكس اللي هي اليو بار زائد اليو أوف إكس وتي اللي هي اليو داش. اليو أوف إكس وتي ديت اللي هي اليو اللي هي الانستنتينيوس بتساوي اليو أوف إكس بس اللي هي اليو بار. ليه اليو إكس بس؟ لأن إحنا زي ما اتفقنا
ان السرعه المتوسطه في حاله الاستدي ما بتتوقفش على الزمن، ملهاش علاقه بالزمن اصلا، لانها ثابته مع مرور الزمن. فهي فانكشن بس في مين؟ في الاكس زائد مين؟ زائد اليو اوف اكس وتي اللي هي المتناهيه اللي هي اليو داش. هو ده اللي هو الريمونس افريج كونسبت. الريمونس افريج كونسبت معناها ان اي بارامتر قدامي اقدر افصله لجزئين. الحاجه اللحظيه بتاعته الكليه بتساوي الجزء المتوسط زائد الجزء اللي بيتغير ده اللي انا مش عارف اتحكم فيه بقى. تمام كده؟ طيب ناخد بقى شويه خصائص من خصائص الافريج كونسبت بتاع ريمونس. على سبيل المثال يا باشمهندسين ركز معايا كده معلش، بعض الخصائص بقى بتاعت الريمونس افريج كونسبت. هو قال الايه؟ قال المفهوم بتاعه اللي هو ان الفاي بتساوي فاي بار زائد الفاي داش، والفاي دي تحط تحتها اي بارامتر، سرعه، ضغط، درجه حراره، كثافه، ايا كان بقى. تمام؟ طيب لو على سبيل المثال انا عندي اليو والفي واخدت لهم الافرج، واخدت لهم الافرج، معنى الكلام ده ايه؟ فك كل واحده، يعني لو انا في معادله من معادلات نبيل وعندي حاصل ضرب سرعتين، حاصل ضرب سرعتين، خلاص فك كل سرعه وحط بتاعتها، ديت عباره عن اليو بار زائد اليو داش مضروبه في الفي بار زائد الفي داش، الكلام ده كله خد الافرج بتاعه. طبعا الخصائص ديت تتطبق لو انا عملت الافرج، لو اخدت الافرج زي ما هو في العنوان. كويس؟ طيب خلاص اضرب ديت في الاثنين دول واضرب ديت في الاثنين دول وفك فك الاربع كلمات دول. ديت كده عباره عن اليو بار في الفي بار زائد اليو داش في الفي بار زائد اليو داش في الفي داش زائد اليو بار في البي داش، صح كده؟ الكلام ده كله عن الافرج. الافرج اللي موجود هنا بقى، صح كده؟ طيب بصوا بقى اليو داش لو اخدت لها الافرج، يعني انا كانت عندي السرعه فلكشويتنج كده، لو اخدت لها الافرج هيساوي كام؟ طبعا الموضوع ده ليه اثبات، بس يعني لو انت اخدت الافرج هو بيزيد قيمه وبينزلها تاني، بيزيد قيمه وبينزلها تاني، لو اخدت الافرج هيساوي كام؟ هيساوي صفر. الكلام ده هيساوي برضه الفي داش لو اخدت لها الافرج، بيساوي الدبليو داش لو اخدت لها الافرج. صح ولا لا؟ طيب معنى كده ان الترم ده هيساوي صفر والترم ده لا، الترم ده هيساوي صفر. يبقى اللي فوق ديت اليو بار في الفي بار الكل كده لما ناخد لما ناخد له الداش الافرج بيساوي اليو بار في الفي بار زائد اليو داش في الفي داش كل ده. طيب من الخصائص بتاعت رينولدز افرج الكونسبت ديت برضو ان الاف بار لو اخدت لها افرج يعني هي متوسط وباخد المتوسط تاني هيديني ايه؟ هيديني هو نفس المتوسط. قيمة متوسطة أخدت أخد لها المتوسط تاني هتطلع إيه؟ هتطلع نفس القيمة، فمعنى كده إن دي كده بتساوي إيه؟ اليو بار في الفي بار. صح ولا لا؟ تمام؟ طيب من في برضه حاجة من الحاجات اللي هي بتاعت ال من من أيام التفاضل بقى، من الحاجات بتاعت الكورس بتاع التفاضل لو فاكرينه، لو أنا بفاضل بارشل باي بارشل إكس لبارشل لاف اوف اكس زائد جي اوف اكس دي بتساوي، يعني انا بعمل تفاضل لدالتين بس الدالتين مجموعين مش مضروبين بيساوي ايه؟ كل واحده لوحدها. ايوه بارشل اكس لاف اوف اكس زائد بارشل لبارشل اكس لمين؟ صح كده؟ نخلي بقى الخصائص دي كده قدامنا ونشتغل في نافيرو كونتينيتي لوحدها. خلصنا احنا كده من رينوس افريجين كونسبت. دكتور نعم اليو داش في داش بار اليو داش في البي داش بار دي بتساوي صفر علشان اليو داش لما ناخد لها الافريج بتساوي صفر. ماشي يبقى في المعادله بتاعت صفر اللي هي دي؟ اه لا بصوا بقى بصوا يا باشمهندس اليو داش
لما ناخد لها الافريج ده بيساوي صفر. لكن مش شرط ابدا ان دي حاصل ضرب ديت في دي يطلع لي صفر. حاصل ضرب اليو داش في البي داش دول بيتضربوا في بعض الاول وبعدين ناخد الافريج، فمش شرط ان الاثنين دول يساوي صفر، ده كده بقى يساوي صفر. خلاص؟ خلاص كده؟ نحط بقى ندخل في العنوان الثاني هو ريلز افريج كونتينيوتي ايكويشن. يعني هنطلع كونتينيوتي ايكويشن اللي احنا جبناها قبل كده بس في شكل الايه؟ في شكل الافريج. هي كونتينيوتي ايكويشن حد فاكر كانت بتساوي ايه؟ الكونتينيوتي ايكويشن فور ستيدي انكمبريسبل فلويد فلو. اوكي بارشال يو باي بارشال اكس بارشال بي باي بارشال واي زائد بارشال دبليو باي بارشال زد كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي صفر. صح؟ جميل. دي كده تتطبق المعادله دي تتطبق فور لامينر. فور لامينر فلو. ينفع تربلت؟ ينفع تربلت بس اليو ديت اللي هي مين؟ اليو انستانتينيوس اللي هي السرعه اللحظيه مش السرعه المتوسطه. خلاص؟ اللي هي فين؟ اللي هي دي اللي هي بمثابه الفار مش الفاي بار. خلاص؟ فانا اجي اشيل كل سرعه من دول واعوض عنها ب اللي احنا كنا كاتبينه هناك ده، يبقى ديت بارشل باي بارشل اكس لليو بار زائد اليو داش. دي اللي هي اليو زائد بارشل باي بارشل واي الفي بار زائد الفي داش زائد بارشل باي بارشل زد الدبليو بار زائد الدبليو داش بيساوي صفر. طيب المعادله دي من العلاقه اللي هي بتاعت التفاضل دي او تفاضل لحاصل جمع دالتين نقدر نفكها؟ يبقى ديت بتساوي بارشال يو بار باي بارشال اكس زائد بارشال يو داش باي بارشال اكس. صح ولا ايه؟ زائد بارشال بي بار باي بارشال واي زائد بارشال بي بار باي بارشال ايه؟ بارشال بي داش باي بارشال واي زائد بارشال دبليو بار باي بارشال زد زائد بارشال دبليو داش باي بارشال زد بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. صح كده؟ طيب بعدين بقى دي المعادله بعد ما فكيناها اقوم انا اعمل ايه؟ اقول له بتطبيق الريلز افريجن كونسبت. بتطبيق الافريجن كونسبت ده معناه ايه؟ معناه ان انا كل ترم من دول احط عليه الافريج بتاعه. احط الافريج ونشوف بقى الخصائص ديت اللي احنا كنا كاتبينها هتساوي ايه؟ هو مش احنا كنا بنقول ان الافرج بتاع اليو داش لوحده بصفر، يبقى التفاضل بتاعه هيبقى بكام؟ يعني اكيد بارشل يو داش باي بارشل اكس مثلا لما ناخد له الافرج اكيد هيساوي صفر، لانه اصلا هو بيساوي صفر. معنى كده ان الترم ده بيساوي صفر والترم ده بيساوي صفر والترم ده بيساوي صفر. وصلت في النهايه ايه؟ بارشل يو بار باي بارشل اكس الكل عليه البار زائد بارشل في بار عليها افريج باي بارشل واي زائد بارشل دبليو بار باي بارشل زد كل ده عليه الافريج بيساوي صفر. المعادله دي بص كده في عندي بار هنا وفي عندي بار فوق انا كنت كاتبها هنا اهي اللي هي بتاعت يبقى ايه؟ هي نفسها. تمام؟ معنى الكلام ده ان بارشل يو بار باي بارشل اكس زائد بارشل في بار باي بارشل واي زائد بارشل دبليو بار باي بارشل زد بيساوي صفر. هي دي الكونتينيوتي ايكويشن فور ذا مين فيلوسيتي. دي الكونتينيوتي ايكويشن للسرعه المتوسطه. كونتينيوتي ايكويشن للسرعه المتوسطه. لو سمينا المعادله دي اثنين والمعادله الاساسيه بتاعت كونتينيوتي ديت واحد وجيت قلت لك 2 ناقص 1 تساوي ايه؟ بترك المعادلتين دول من بعض يعني هيطلع لي هنا بارشل يو باي بارشل اكس
زائد بارشل في باي بارشل واي زائد بارشل دبليو باي بارشل زد ناقص بارشل يو بار باي بارشل اكس ناقص بارشل في بار باي بارشل واي ناقص بارشل دبليو بار باي بارشل زد. كل ده بيساوي صفر. طيب ممكن نرتبهم بس نجيب اليو مع بعضها وال يبقى بارشل باي بارشل يو باي بارشل اكس ناقص بارشل اهي اكتبها بارشل يو باي بارشل اكس ناقص بارشل يو باي بار باي بارشل اكس. هي دي بتساوي ايه الوحده؟ دي كده بتساوي ايه؟ دي من العلاقه بقى بتاعت التفاضل دي بتساوي بارشل باي بارشل اكس اليو ناقص اليو بار صح ولا لا؟ طب هي دي كده اصلا بتساوي مين برضه؟ لما يبقى اليو بتساوي اليو بار زائد اليو داش يبقى اليو ناقص اليو بار بتساوي ايه؟ اليو داش. يعني دي كده بتساوي بارشل يو داش باي بارشل مين؟ باي بارشل اكس. زيها بالظبط مين؟ الفي زيها. يعني هتقول لي ان بارشل في باي بارشل واي ناقص بارشل في بار باي بارشل واي الكلام ده بيساوي ايه؟ بارشل باي بارشل واي في الفي ناقص الفي بار اللي هي بتساوي بارشل في داش باي بارشل واي وزيها للست. تمام كده؟ يبقى الست متغيرات دول هنطلعهم في كام متغير؟ ثلاثة بس. ويبقى المعادلة الثالثة بارشل اليو داش باي بارشل اكس زائد بارشل في داش باي بارشل واي زائد بارشل دبليو داش باي بارشل زد بيساوي صفر. دي المعادلة رقم ثلاثة اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن فور فلكشويتنج بروست فور فلكشويتنج بروست. تمام كده؟ خلاص؟ يبقى انا عندي ثلاث معادلات للكونتينيوتي ايكويشن، عندي ثلاث معادلات للكونتينيوتي ايكويشن. عندي الكونتينيوتي ايكويشن للانستانتينيوس فاليوز اوف فلوستي، عندي الكونتينيوتي ايكويشن فور ذا مين فاليوز اوف فلوستي، وعندي الكونتينيوتي ايكويشن فور فلكشويتنج كومبوننت اوف فلوستي. خلاص كده؟ خلصنا كده الكونتينيوتي. ندخل على نبيل. خلاص يا باشمهندسين؟ ناخد بقى اللي هو الديريفيشن بتاع رينولدز افريجد نبيل ستوكس ايكويشن اللي هي الرانس ايكويشن، بيقولوا عليها الرانس ايكويشن. تمام؟ بتبتدي معانا منين؟ بتبتدي من نهايه نبيل. نبيل ستوكس ايكويشن بتحط معادله نبيل ستوكس ايكويشن فور انكمبريسبل فلويد اللي هي كانت بتساوي رو بارشل يو باي بارشل تي زائد يو بارشل يو باي بارشل اكس في بارشل يو باي بارشل واي دبليو بارشل يو باي بارشل زد بتساوي لوجيت اكس زائد سالب بارشل يو باي بارشل اكس زائد النيو في الدايفرجنس سكوير للسرعه. طيب لما تيجي تبص كده معايا هو الترم ده اللي هو كان مين؟ كان بدايته فين؟ اللي هو الريت اوف مومنتم تشينج. الريت اوف مومنتم تشينج دي كده اللي هي مين؟ البادي فورس. ده كده اللي هو ايزوتروبيك ستريس ديو تو بريشر جريدينت. بريشر جريدينت والترم ده اللي هو النيوتنيان شير ستريس. انا بكتب ليه الحاجات دي؟ المفروض ان احنا عارفينها اصلا. بكتب الحاجات دي ليه؟ عشان انا دلوقتي عندي اربع قوى معينه عارفين اسمها. لما نحط نطبق المعادله الافرج الرينوكس افرج كونسبت على المعادله بتاعت نبيل هيطلع لي ترم خامس جديد وهنسموه باسم الرينوكس ستريسز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. تمام؟ طيب دي معادله نبيل ستوكس ايكويشن. كل اللي سيادتك هتعمله ايه؟ في البدايه الترم اللي على الشمال ده ناخده كده، ناخد الترم اللي على الشمال ده نفصصه شويه. الترم اللي على الشمال ده اللي هو الطرف ده، الطرف اللي على الشمال. كل اللي انا هعمله ان انا هدخل اليو دي جوه التفاضل. اليو والبي والدبليو هدخلهم جوه التفاضل. يبقى الرو بارشل يو باي بارشل تي زائد بارشل يو يو باي بارشل اكس بارشل يو في باي بارشل واي بارشل يو دبليو باي بارشل زد. كويس؟ طب هو الترم ده بيساوي الترم ده؟ ما بيساووش تاني. هو بيساويه لو طيب انا هقول لك على حاجه.
الحركه اللي انا عملتها دي لو انت عايز تتاكد ان هي ينفع اعملها ولا لا، صح ولا غلط، فك دي، فك دي كده، مش ده تفاضل حصل ضربه دقيقتين صح ولا ايه؟ فكهم بلون تاني شويه دول اهو، ناخد الثلاثه دول بس الباقي ده مش هيحصل. دي كده حصل ضرب دقيقتين، فكها يبقى يو بارشال يو باي بارشال اكس زائد اليو بارشال يو باي بارشال اكس، صح؟ اه زائد الترم ده الفي بارشال يو باي بارشال واي زائد اليو بارشال في باي بارشال واي. طب والترم ده اليو بارشال دبليو باي بارشال زد زائد الدبليو بارشال يو باي بارشال زد. طب بص كده الترم ده والترم ده والترم ده، خد منه يو عامل مشترك، يتبقى لك بارشال يو باي بارشال اكس زائد بارشال في باي بارشال واي زائد بارشال دبليو باي بارشال زد، وحط الباقيين زي ما هم يو بارشال يو باي بارشال اكس زائد الفي بارشال يو باي بارشال واي زائد الدبليو بارشال يو باي بارشال زد. مش دي كده اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن في حاله الايه؟ الانكمبريسبل بيساوي ايه؟ صفر. ايه ده؟ طب انا كده في النهايه وصلت للثلاث بارامترز دول اللي هم موجودين في المعادله. يعني اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ صح. تمام كده؟ احنا بس عملنا يعني دخلنا تعديل بسيط على المعادله يساعدني في الحل. طيب الكلام ده بيساوي الطرف الثاني ما فيهوش اي تغيير. خلاص دلوقتي احنا وصلنا للايه؟ نعوض بقى عن كل سرعه. نعوض عن كل سرعه ب دي اللي هي الانستنتينيوس، نعوض عنها بالجزء اللي هو الفلكشويتنج والجزء اللي هو المين. يبقى دي كده الرو بارشال اليو ديت بتساوي ايه؟ يو بار زائد اليو داش باي بارشال تي زائد بارشال اليو بار زائد اليو داش مضروبه في اليو بار زائد اليو داش باي بارشال اكس زائد بارشال يو في البي اليو يو بار زائد اليو داش مضروبه في البي في بار زائد البي داش بارشال واو زائد اللي بعد كده بارشال يو بار زائد اليو داش مضروبه في الدبليو بار زائد الدبليو داش باي بارشال زائد. ده اللي هو الطرف اللي على الشمال، يعني انا هاخد بس الطرف اللي على الشمال اخلصه وندخل على الطرف اليمين بعدين. ماشي؟ طيب خلاص بقى فك الحاجات دي. طبعا دي بتساوي ايه؟ اهي الرو دي كده عباره عن بارشال يو بار باي بارشال تي زائد بارشال يو داش باي بارشال ايه؟ باي بارشال تي. لو تفتكروا لما كنت كاتب هنا اللي هو بتاع التفاضل، تفاضل درجتين زائد دي كده نفكها، هي مش دي لو فكناها هنوصل في النهايه للشكل اللي هناك ده اللي هو حسب ضرب الدالتين دول، صح ولا لا؟ يبقى دي كده بتساوي بارشال اليو بار في البي بار باي بارشال اكس زائد بارشال اليو داش دي اف يو ويو اصلا يو ويو يو داش ويو داش باي بارشال اكس زائد الترم ده بارشال يو بار في بار باي بارشال واي زائد بارشال يو داش في داش باي بارشال واي زائد بارشال يو بار دبليو بار باي بارشال زد زائد بارشال يو داش دبليو داش باي بارشال زد. كل الكلام ده بيساوي صفر. صفر ايه؟ صفر مش صفر. اه لا معلش اه ما بيساويش مش بيساوي صفر، بيساوي الطرف الايمن يعني الطرف الايمن. خلاص كده؟ تمام؟ طيب نحط الطرف الايمن كمان بالمره ولا ايه؟ نحط الطرف الثاني كمان. بيساوي الروجي اكس، الروجي اكس. واحد ممكن يسالني سؤال ويقول هو احنا انت قلت لنا ان الريلوكس افريجن كونسبت كان بيطبق على اي بارامتر. طب انت ليه مش حاطط الكثافه؟ يعني حطينا الكثافه هنا. هنا الكثافه انا حاططها من غير ما ايه؟ من غير ما اعوض عنها بالبار والداش، ليه؟ لان احنا ايوه لان احنا قلنا ان دي كونتينيوتي كويشن في حاله الانكمبريسبل، معناه ان الكثافه ثابت اصلا، ده ما هوش متغير، تمام؟
خلاص يبقى الروجي اكس سالب الضغط متغير يبقى بارشل بي بار زائد البي داش باي بارشل اكس زائد الميو مضروب في مين؟ بارشل تربيع اليو بار زائد اليو داش باي بارشل اكس تربيع زائد بارشل تربيع اليو بار زائد اليو داش باي بارشل واي تربيع زائد بارشل تربيع اليو بار زائد اليو داش باي بارشل زائد تربيع. تمام كده؟ طيب لو جينا ان احنا نفك الحاجات دي طبعا ده بيساوي صفر ولا لا؟ اللي هو بارشل لليو داش بس بارشل لليو داش طبعا يعني قبل ما نقول ان هو بيساوي صفر ان احنا نطبق الافرج بتاع ايه؟ بتاع اليو نطبق الافرج خلاص الافرج ده مع الافرج ده نطبق الافرج على كل ترم من الترمز بتاعت المعادله كويس؟ طيب هنا كده الافرج بتاع اليو داش ما هو ده كده تفاضل لمجموع دالتين بيتفك الاثنين مع بعض فيبقى اليو داش هتروح يبقى قالك بس التفاضل بتاع وبرضه التفاضل بتاع الضغط داش هيروح في حد هنا ايه تاني؟ دي بس اللي هتروح طبعا كان هيبقى فيه هنا ترمات بس احنا شلناها لان احنا حطينا يعني احنا كان فينا كمان ترمات بس شلناها خلاص كده؟ خلاص نكتب بقى المعادلة في شكلها النهائي. خلاص يا باشمهندس المعادلة بقى في شكلها النهائي الرو بارشل يو بار باي بارشل تي زائد دي كده اللي هي مين؟ احنا ممكن ان احنا نطلع الايه؟ نطلع اليو والفي والدبليو نطلعهم بره. يعني نطلع اليو بار ديت بره اليو بار بارشل يو بار باي بارشل ايه؟ اكس. هي من الترم ده يبقى احنا خلصنا ده وخلصنا ده وخلصنا ده ودي كده اللي هي زائد بارشل يو داش افريج باي بارشل اكس ده هنحطه زي ما هو ده مش شرط يساوي صفر وديت زائد الفي بار بارشل يو بار باي بارشل واي اللي هو الترم ده وديت زائد بارشل يو داش في داش كل افريج باي بارشل واي زائد دي كده هنطلع الدبليو بره دبليو بار بارشل يو بار باي بارشل زد زائد بارشل خلاص بارشل اليو داش دبليو داش كل افرج باي بارشل زد خلصنا كده الترم ده بيساوي الروجي اكس سالب بارشل بي بار باي بارشل اكس زائد الميو اتبقى لي هنا ايه؟ بارشل تربيع يو بار باي بارشل اكس تربيع زائد بارشل تربيع يو بار باي بارشل واي تربيع زائد بارشل تربيع يو بار باي بارشل زد تربيع صح كده؟ طيب هو المعادله اللي فوق دي بس انا هرتب حاجات جنب حاجات الترم ده يعني دي كده بتساوي الطرف اللي على الشمال ده بس الرو بارشل يو بار باي بارشل تي زائد اليو بار بارشل يو بار باي بارشل اكس زائد الفي بار بارشل يو بار باي بارشل واي زائد الدبليو بار بارشل يو بار باي بارشل زد كل ده زائد الرو نجيب بقى بتاعتها هنا اهي بارشل يو داش باي بارشل اكس عليها افريج زائد بارشل يو داش في داش عليها افريج باي بارشل واي زائد بارشل يو داش دبليو داش باي بارشل زد على افريج كل ده بيساوي الطرف الشمال بس صح كده؟ طيب دي كده اللي هو اللي لازم ده اللي هو كان مين؟ الريت اوف مومنتم تشينج الريت اوف مومنتم تشينج اللي هو كان موجود في معادله نافيري ستوكس ايكويشن والطرف اللي على الشمال ده دي اللي هي البادي فورس وده اللي هو الايزوتروبيك ستريس ديو تو بريشر جراديانت وده اللي هو النيوتنيان شير ستريس كده الاربع ترمات خلصوا امال ايه الترم ده؟ هو ده الترم بتاع مين؟ ريوت ستريسز
هو ده الترم بتاع يونت تيست. طبعا المعادله دي في حاله الترمت، في حاله الترمت تمام. علشان كده قلنا انه مثلا اليو بتساوي اليو بار زائد الايه؟ اليو داش. اليو داش ديت مش جايه غير اذا كان في ترمت اصلا تمام. فلما بقى في ترمت بقى في يو داش، في بي داش، في داش داش، في بي داش، لما طبقناها في المعادله بتاعت نبيل طلع لي في ترم جديد اهو اسمه ترم بتاع مين؟ الرينون ستريسز. اوقات يقولوا عليه رينون ستريسز، اوقات يقولوا عليه تيرمنت ستريسز، اوقات يقولوا عليه الاي دي ستريسز، كلها اسماء لمسمى واحد. خلاص؟ يبقى انا ممكن يجي سؤال اقول لك اثبت معادله الرانس ايكويشن علشان تجيب لي الرينون ستريسز. فهتحط معادله، هو مش اثبات كبير يعني ولا حاجه. حطينا معادله نافير ستوكس ايكويشن، عوضنا بالقيم بتاعت اليو والفي والدبليو والبي، اخذنا الافرج ووصلنا في النهايه بالشكل ده، عدلناها بس بالشكل ده بس. تمام كده؟ تمام؟ طيب بص بقى على المعادله اللي عندي هنا دي كده، فيها كام مجهول؟ فيها كام مجهول؟ عندي ثلاثه كومبوننت للسرعات يو والفي والدبليو صح؟ وعندي الضغط، الضغط مش كده؟ دول كده كام واحد؟ أربعة. وعندي ست مجاهيل للرينوكس ستريسز، عندي ست مجاهيل للرينوكس ستريسز. ما هو ده حصل ضرب دلتين، ده هيتفك يبقى دول هيتفكوا هيبقوا كام؟ ستة. وعندي ستة خاصين بالرينوكس ستريسز، يبقى كام متغير في المعادلة دي؟ 10. ال 10 دول علشان احلهم محتاج كام معادلة؟ 10 معادلات، بس انا المتاح عندي هم اربع معادلات بس، اللي هم ايه؟ نافير ستوكس ايكويشن، واحده في الاكس وواحده في الواي وواحده في الزد، والكونتينيوتي ايكويشن بس. فانا كده قدامي مشكله كبيره. طبعا يا باشمهندسين في حاله ان المعادله بتاعت نافير دي احنا اثبتناها بالنسبه في اتجاه مين؟ اتجاه الاكس، حطينا المعادله بتاعت الاكس، في واحده زيها في اتجاه الواي وواحده زيها في اتجاه الزد. يعني ممكن الشكل النهائي ده اكتبه زيه بالظبط بس في اتجاه الواي. هشيل كل يو بار واحط مكانها الفي بار. يبقى ديت بارشال في بار باي بارشال تي. بارشال في بار باي بارشال اكس، بارشال في بار باي بارشال وهكذا. زي ما عملنا في نبير يعني. خلاص كده؟ يبقى انا عندي 10 مجاهيل وعندي اربع معادلات بس، وبالتالي ما ينفعش ان انا احلهم. طب الحل اعمل ايه؟ ان انا ببسط المعادلات دي، ببسطها ازاي؟ خلاص يا باشمهندس، بصوا بقى. زي ما اتفقنا من شويه ان رينولز ده لما طبقنا الرينولز افريج كونسبت على نافير ستوكس ايكويشن ما بقاش اسمها نافير ستوكس ايكويشن، لكن بقى اسمها ايه؟ رينولز افريج نافير ستوكس ايكويشن او رانس ايكويشن، رانس ايكويشن. واثبتناها ولما مشينا معاها كده بالخطوات طلع لنا ان في ترم جديد كده اسمه رينولز ستريسز. وقلنا ان عدد المجاهيل في المعادله بتاعت رانس ايكويشن 10، في حين ان انا عندي اربع معادلات بس وبالتالي ما اقدرش احلها. وده دخلنا في التيربلانس موديلنج. ايه التيربلانس موديلنج ده؟ دي عباره عن وسائل او ميثودز من خلالها ببسط المعادلات بتاعه التيربلانس علشان اجيب اللي هي الاستريسز بتاعه الرانس ايكويشن. طيب الكلام ده يعني احنا ان شاء الله باذن الله ليه حاجات كتيره جدا، وموجود برامج كتيره بتعمل سيميوليشن، و يعني بصوا بحر علم جديد بس في التيربلنت فلو اللي احنا بناخدوه النهارده في المحاضره. بحر علم كامل يعني موجود وابحاث ورسائل ماجستير ورسائل دكتوراه وبلاوي زرقاء. لكن احنا يعني ان شاء الله بنبسط الموضوع قوي ان احنا ناخد الثلاث طرق دول لان هما مرتبطين ببعض بس. ما ينفعش اخد واحده واسيب الثانيه. هناخد الثلاث طرق دول بس علشان اقدر احسب مين؟ الستريس او الاي دي فيسكوستي او الحاجه يعني حاجه كده تقربنا بس من التيربلنت. خلاص؟ أول موديل عندي اللي هو واحد اسمه بوسينيسك. بوسينيسك ايدي فيسكوستي موديل. اسمه ايه؟ بس علشان اسمه راجل؟ ايه؟ اسمه راجل؟ ده اسمه راجل. البوسينيسك ايدي فيسكوستي موديل ده الراجل ده الحاج ده عمل ايه؟ اقترح معادلة نحسب منها التيرمنت شير ستريس. التيرمنت شير ستريس. قال ان الكلام ده بيساوي الميو تيرمت مضروبه في الدي يو باي دي واي، هي شبيهه قوي بالمعادله اللي احنا خدناها.
لكن الاختلاف بس في الميو تي. هي من الميو تي دي بقى اسمها الاي دي فيسكوستي. الاي دي فيسكوستي وهي الاي دي فيسكوستي ديت فرقها ايه عن الفيسكوستي الديناميك فيسكوستي اللي احنا نعرفها؟ لا ده فرق كبير جدا. اول فرق عندي والفرق المهم والاساسي احنا اخذنا في الترم الاول ان الفيسكوستي اللي احنا كنا بنقول عليها تعريفها هي خاصيه من خصائص المائع اللي ايه بتعبر عن مدى مقاومه المائع لمين؟ للسريان. وكنا بنقول دي خاصيه من خصائص المائع، يعني الميه معروف ان الديناميك فيسكوستي بتاعتها قد كده عند درجه الحراره المعينه، الهواء الديناميك فيسكوستي كذا. يعني انت زي ما بنقول ان اسمك محمد احمد علي ايا كان، دي من الخصائص بتاعتك ان انت طويل قصير رفيع مش عارف كلام من ده. كنا بنقول برضو ان الفيسكوستي دي خاصيه من خصائص المائع، المائع الفلاني الديناميك فيسكوستي بتاعته قد كده تمام. لكن الايدي فيسكوستي لا مش خاصيه من خصائص المائع، ده دي مش ثابته اصلا، ده بتتغير في السريان من نقطه للنقطه الثانيه. لان ديت ناشئه من ايه؟ ناشئه من التيربلنس اللي حصل في السريان. يعني لو مفيش تيربلنس مفيش ايدي فيسكوستي. وصلت؟ فدي خاصيه من خصائص المائع ولا لا؟ ده ممكن سؤال في الشفوي. الايدي فيسكوستي دي خاصيه من خصائص المائع ولا لا؟ وايه علاقتها بايه؟ الديناميك فيسكوستي. طيب يبقى التيربلنس شير ستريس بيساوي الميو بتاعت الايدي فيسكوستي، الميو تيربلنس مضروبه في الايه؟ الديو باي دي واي. معنى كده ان احنا لو حبينا ده اللي هو التيربلنس شير ستريس. طب عايزين نجيب التوتال شير ستريس بيساوي اللامينار زائد التيربلنس. وطبعا اللامينار كان عباره عن الميو اللي احنا هنكتبها ميو بس او نكتبها ميو سبسكريبت ال براحتنا يعني. كانت مضروبه في الديو باي دي واي، خدنا الديو باي دي واي عامل مشترك من الاثنين ويبقى مجموع الاثنين الاثنين ايه؟ الاثنين فيسكوستي، واحده بتاعت اللي هي خاصيه بتاعت السائل والواحده اللي هي الناشئه من السريان من التربلنس اللي حصل في السريان. كويس؟ طيب انا بقول لك ان الميو ال دي هاير اوردر تيرم، هاير اوردر تيرم، يعني ايه هاير اوردر تيرم؟ صغيره جدا 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 مقارنه بالايدي فيسكوستي. وبالتالي يمكن اهمالها، يعني التوتال شير ستريس نقدر نقول عليه ان هو بيساوي ايه؟ التيربلنت تقريبا بيساوي التيربلنت شير ستريس. كويس كده؟ حلو حتى الان؟ بعد بوسينسكي ده جه واحد تاني اسمه برانتن. برانتنز ميكسنج لينث ميثود او برانتنز ميكسنج لينث موديل. الراجل ده قال ايه؟ عمل تعديل بسيط على على اللي هو الموديل بتاع البوسينسكي. المهم الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده قال ان اقترح معادله جديده ان انا احسب بيها التيربلنت شير ستريس. يعني بدل ما بوسينسكي حسبه من العلاقه دي، بس العلاقه دي فيها مشكله كبيره بالنسبه لي اللي هي ايه؟ جميل تفاطر السرعه بالنسبه للواي تعرف تجيبه، بس الميو تيربلنت بتعملها ازاي؟ احنا قلنا ان هي مش خاصيه من خصائص المائع اصلا. يعني مش الميه ديت هاخدها ادخلها على فيسكوميتر، الفيسكوميتر ده ان شاء الله اعتقد انتوا بتاخدوا قياسات مع دكتور هشام، والمفروض ان انتوا ان في حاجه اسمها الفيسكوميتر. الفيسكوميتر ده جهاز بيقيس اللزوجه بتاعت المواد. تمام؟ فالميه ديت لما كنت ادخلها على الفيسكوميتر اجيب الديناميك فيسكوستي، مش هجيب الايدي فيسكوستي. فالعلاقه دي حلوه قوي وبسيطه، بس انا اجيب الميو تي ديت منين؟ فدي مشكلتها. علشان كده البراتل الحاج براتل ده ساعدنا بقى ان احنا نجيب النيو تيربلنت دي ازاي؟ اقترح علاقه جديده. طبعا العلاقه ديت هو اثبتها علشان اجيب التيربلنت شير ستريس، وقال ان التيربلنت شير ستريس بيساوي كثافه في ال ام تربيع. هي مين ال ام دي؟ ال ام ديت اللي هو بيقول عليه الميكسنج لينس. الميكسنج لينس ده اللي هو كان في الاثبات بتاعه ما بين المائع ما بين اللير الاولانيه لللير الثانيه، دي اللي هي الاي ام. تمام؟ طيب في التفاضل الاول، التفاضل ركز قوي، التفاضل الاول بالنسبه للواي السرعه بس الكل تربيع مش التفاضل الثاني، عشان ايه؟ تركز بس. التيرنر شير ستريس بيساوي الرو في ال ام تربيع في التفاضل ده الكل تربيع. طيب ما هو احنا لو سوينا الاثنين دول ببعض، الاثنين دول بيحسبوا التيربلنت شير ستريس، خلاص سويهم ببعض هتجيب مين؟ الميو تي ساوي هتقول اهوت العلاقه دي بتساوي الرو ال ام تربيع في الدي يو باي دي واي تربيع. التربيع هيروح مع دي، واحنا قلنا اصلا ان دي كده بتساوي صفر صغيره قوي. تمام؟
ويبقى كده الميو تي بتساوي الرو ال ام تربيت في الديو باي ار اهي. يبقى طلعنا بمعادله نحسب منها الايدي فيسكوستي او ما يطلق عليها بالتيرمينال فيسكوستي. كويس حتى الان؟ جه بعديهم بقى واحد اسمه فان كارمان سيميلاريتي موديل. الراجل ده عمل تعديل بسيط قوي على النموذج بتاع البرانتن. قال ايه؟ قال انه ال ال ام ديت يعني قبل ما ندخل في فان كارمان البرانتنز ميكسنج ميث ده برانتن قال كمان ان ال ال ام ديت عباره عن ايه؟ عباره عن داله في الواي. داله في الواي هي بتتحسب فيرتيكال داله في الواي. فدي بتساوي طالما ان ال ال ام بتساوي فانكشن في واي يبقى ال ال ام ديت بتساوي ثابت في الواو. صح؟ الثابت ده اسمه ايه؟ اسمه تيرلنت كونستنت. ثابت الاضطراب، ثابت الاضطراب. خلاص؟ يبقى ال ال ام بتساوي ك في الواي، ك في الواي، حيث ان ك ده ثابت اسمه تيرلنت كونستنت. الفان كارمن قال ايه بقى؟ قال لا الثابت ده هو عبارة عن دالة في التفاضل الأول للسرعة على التفاضل الثاني للسرعة. التفاضل الأول للسرعة على التفاضل الثاني للسرعة. تمام؟ طالما إن هو دالة ديت يبقى نقدر نقول إن هو بيساوي ثابت الترمنت كونستنت مضروب في التفاضل الأول للسرعة على التفاضل الثاني للسرعة. كويس كده؟ خلاص ناخد الـ LM ديت ونعوض بيها في المعادلة بتاعت البرانتن. خلاص الرقم ده العلاقة دي كلها ناخدها نربعها ونعوض بيها. يبقى التاو تيرمنت بيساوي الرو في الكي تربيع التفاضل الاول للسرعه اس 4 على التفاضل الثاني للسرعه اس 2. دول الثلاث نماذج اللي احنا هناخدهم. ناخد مثال سريع لا يتجاوز الخمس دقائق وافتكروا على طول. عندي مثال بيقول ايه؟ تيرمنت فلو اوف ووتر. في عندي تيرمنت فلو اوف ووتر طالما ووتر يبقى الرو كام؟ 1000 كيلو جرام على متر مكعب ان لم يذكر خلاف ذلك. تمام؟ التيربلنت فلو كيرز ان باي اوف 6 متر دايمتر. التيربلنت فلو ده داخل سريان مضطرب داخل انبوبه، الانبوبه ديت القطر بتاعها بيساوي 6 متر. بيقول الفلوست بروفايل از ميجرد اكسبيرمنتالي. الفلوست بروفايل شكل توزيع السرعه تم قياسه في المعمل معمليا يعني. And found to be closely approximated by the equation. We أخذ الشكل ده ال U بيساوي 3 زائد 1 على 3 log E y. ده شكل توزيع السرعة. وإن ال U ديت ال U هي السرعة بالمتر بير سكند وال distance y ديت from the wall is measured in meters. دي بالمتر. بيقول ان الشير ستريس at a point 1 من 10 متر from the wall الانبوبه اهي. ده الوول ده اتجاه الواي عند مسافه معينه الواي بيساوي 1 من 10 متر. بيقول الشير ستريس بيساوي 10 اهو. the shear stress at a point 1 من 10 متر from the wall has been determined analytically and found to be 10 نيوتن على المتر مربع. التاو بتاع التيرمنت ده بيساوي 10 نيوتن على المتر مربع عند المسافه دي، عند المسافه اللي هي الواي دي. تمام؟ ميك كالكوليشنز، اعمل حساباتك فور ذا تيرمنت فيسكوستي. عايزين نجيب الميو تي وعايزين كمان ذا ميكسنج لينث ال ال ام وعايزين كمان التيرمنت كونستنت اللي هو الكي. دي المسألة. ده توزيع السرعة. عايزك تجيب الايدي فيسكوستي أو التيربلنت فيسكوستي. خلاص من المعادلة بتاعة بوسينيسكي. بيقول إيه؟ التاو تيربلنت بيساوي ميو تيربلنت في الديو باي ديو. جميل. التاو تيربلنت الشير هو عطولة عند الواي ديت الشير كان بيساوي 10. خلاص يعني الشير عندنا. دي إحنا عايزين نجيبه. يبقى باقي لي بس تفاضل السرعة. دي السرعة دي. خلاص فاضل. يبقى اليو بتساوي ده يبقى الدي يو باي دي واي بيساوي ايه؟ 1 على y صح؟ 1 على 3 y. خلاص يبقى تفاضل السرعه الاول ده الفلوست بروفايل اعمل التفاضل بتاعه يبقى دي يو باي دي واي بيساوي 1 على 3 دي وتفاضل اللوغاريتم 1 على y بس. خلاص
ده التفاضل. طيب متعوض بقى عن الواي بتساوي 1 من 10، هات الواي بتساوي 1 من 10 يبقى دي يو باي دي واي بتساوي 1 على 3 في 1 من 10. شوف الرقم ده يطلع كام، عوض دي فوق والشير ستريس يكون بال 10، يبقى انت هتجيب من هنا مين؟ يبقى النيو تيرنت جبناها. طيب عايزك تكسب ال ام، خلاص استخدم البراند، استخدم البراند تاو تيرنت بتساوي الرو ال ام تربيع الدي يو باي دي واي كل تربيع، مظبوط؟ طبعا الدي يو باي دي واي عندنا الرو ب 1000 والتاو تيرنت ب 10، يبقى من هنا هتجيب مين؟ ال ام. طيب عايزك تجيب التيرنت كونستانت، التيرنت كونستانت استخدم الفان كارلي، الرو بتساوي التاو، التاو ب 10 الكثافه ب 1000 الدي يو باي دي واي موجوده عندك. طب والتفاضل الثاني بقى الدي تربيع يو باي دي واي تربيع ده بيساوي ايه؟ 1 على 3 واي تربيع بأساس، يبقى التفاضل الاول عندنا والتفاضل الثاني عندنا، عوض بالواي بيساوي ايه؟ 1 من 10، يبقى التفاضل الثاني ده موجود. خلاص؟ هتعوض هنا التفاضل الثاني عندك والتفاضل الاول عندك، يبقى المجهول الوحيد هو الكي. خلصنا الحمد لله، نشوفكم المره الجايه على خير. السلام عليكم.